الميكانيكا الكلاسيكية يعني الميكانيكا القديمة، ما هي فرضياتها؟ ما كانت فرضياتها ومبادئها. أولا، هو العلم الذي يبحث في حركة الأجسام التي تعود إلى عصر غاليليو ونيوتن. أولا، وفقا لمبدأ النسبية، قلنا أن المراقبين يتفقان على أن حركة الجسم تخضع لقوانين نيوتن في الحركة، كما ذكرنا في الفيديو السابق، على الرغم من أنهما يقدمان قيما مختلفة للكمية الفيزيائية نفسها. الآن لنشاهد هذا المثال، لننظر إلى هذا الشخص الذي يقف داخل السيارة، وننظر بأنه يقذف كرة رأسيا إلى الأعلى. الآن بالنسبة للمراقب داخل السيارة، حسب قوانين الميكانيكا القديمة أو الكلاسيكية، سوف تتحرك هذه الكرة رأسيا يعني إلى الأعلى. الآن بالنسبة للمراقب الأرضي، أيضا حسب قوانين الميكانيكا، فإنها سوف تسير في مسار منحني، لأن هناك مركبة سرعة أفقية وأيضا مركبة سرعة رأسية، لذلك سوف تتحرك هذه الكرة بمسار منحني. لكن الميكانيكا الكلاسيكية لا تضع حدا أعلى للسرعة، يعني تعتقد أنه ممكن أن يصل سرعة جسم معين إلى سرعة الضوء أو أكثر. طبعا في الفيزياء الحديثة طبعا يمنع أن تصل سرعة الجسم إلى سرعة الضوء، إنه مستحيل. لذلك على الرغم من أن الميكانيكا الكلاسيكية نجحت، إذا الميكانيكا الكلاسيكية نجحت في وصف حركة الأجسام التي لا تصل إلى سرعة الضوء، لكنها فشلت في حالة الأجسام التي تتحرك بسرعات عالية تقترب من سرعة الضوء. إذا نجحت في وصف الحركة، لكنها فشلت بحالة الأجسام اللي بتتحرك بسرعة عالية تقترب من سرعة الضوء. الآن ما هي السرعة النسبية؟ هي سرعة جسم بالنسبة إلى جسم آخر. مثلا لدينا جسم واحد وجسم اثنين، جسم الأول سرعته عين واحد والجسم الثاني سرعته عين اثنين. الآن سرعة الأول بالنسبة إلى الثاني هي عين اثنين ناقص عين واحد، ونراعي المتجهات. أما سرعة الثاني بالنسبة للأول وهي عين اثنين ناقص عين واحد. الآن سأعطيكم هذا المثال البسيط. لنفترض أن هناك شخص، أو لنفترض هذه المركبة، هذا الشخص داخل هذه المركبة يريد أن يطلق برصاصة. الآن حركة السيارة بهذا الاتجاه، والشخص يريد أن يطلق الرصاصة أيضا بهذا الاتجاه. إذا هنا الرصاصة وهنا اتجاه حركة السيارة، الرصاصة والسيارة بنفس الاتجاه. إذا كانت بنفس الاتجاه، سوف نجمع سرعة الرصاصة مع سرعة السيارة. الآن لو فرضنا أنه هذه السيارة تسير بسرعة 100 كيلومتر بالساعة، والرصاصة سرعتها 1000 كيلومتر بالساعة، إذا كانوا بنفس الاتجاه سوف نجمع 1000 زائد 100، إذا سوف تكون سرعة الرصاصة بالنسبة لمراقب يقف على الأرض سوف تكون 1100، جمعنا 1000 زائد 100. الآن لو افترضنا أن هذا الشخص سوف يطلق الرصاصة بالاتجاه المعاكس والسيارة في الاتجاه نفسه، إذا اتجاه السيارة معاكس لاتجاه إطلاق الرصاصة. سوف نطرح إذا السرعة الأكبر ناقص السرعة الأصغر، السرعة الأكبر وهي سرعة الرصاصة بالنسبة للمسدس، نطرحها من قيمة سرعة السيارة. إذا 1000 ناقص 100 بيطلع عنا 900 كيلومتر في الساعة. الآن إذا تحرك جسم بشكل عام، خلاصة، إذا تحرك جسم ألف بسرعة عين ألف باء بالنسبة للجسم باء، وتحرك الجسم باء بسرعة عين باء جيم بالنسبة لجسم جيم، فإن سرعة ألف بالنسبة إلى جيم هي عين الألف جيم تساوي عين ألف باء زائد عين باء جيم. إذا كانوا باتجاه واحد نجمع السرعات، إذا كانوا باتجاهين مختلفين نطرح المتجهين.